خلونا نروح الى الطقيه الاخيره لفريق الشلال. يلا قلت لك من البدايه احنا ضامنين الفوز. يلا عشان كذا ريحنا. تتحدى من؟ تتحدى فريق اشداد. فريق اشداد. عطونا الطواقي باقي طقيتين. البيرق البيرق. اختار واحد الطواقي. البيرق هذا فريق ايش؟ البيرق. خلاص البيرق يلا حولوا التحدي الى البيرق. طيب يلا قبل يختارون. 15. ها؟ ليه؟ 15 يلا. حركي. يا رب انه حركي. تكرار الجملة. يلا 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 ارشيد بيكرر الجملة. قوم يا ارشيد. اوه اوه شي هذا. يلا راشد اصدمني عطري مثل عشان يجي علم. يا رب انه صار ايش دمي بابا. سرح شعر سحر يلا روح. سرح انا اسرح شعر سحر. سرح سرح عشان الدرام كم 10 مرات. سرح شعر سحر سرح شعر سحر سرح شعر سحر سرح شعر سحر سرح شعر سحر. عيد شر يلا الوقت. سرح شعر سحر 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 سرح شعر سحر. الله عليك. اي مبروك مبروك استاذ سحر. يسرح والله انا والله ما اسرح. ايه عمر هذا يسرح شعر سحر. خمس سنوات كم؟ يلا سرح شعر اللي سرح. ترى راشد يتاخر عشان النقط. ارشيد يغير النقاط. راشد شوف تاخر. يلا ما دام انك سرحت شعر سحر كانت القيمه يا ارشيد لك. ابو سحر ابو سحر اخر طقية لفريق ارشيد من يوم رايح ابو يشرح سعر عاد يشرح سعر بس ابي بنتي سحر. يلا شباب البيرك تحدى من؟ تحدى عمر هدا. ليه؟ على صدام عمر هدا. معي عبد العزيز المغير وصدام المسكين. انتم على والله لا اي يلا علي بن هادي يا رب تحدى. يا تحدى من يا شباب؟ من